السلام عليكم إخواني الأفاضل، هناك سؤال مهم جدا: لماذا الأثرياء أو أهل النجاح أو أهل القمة دائما يرتدون نفس نوع الملابس بشكل يومي؟ طبعا بحثت في هذا الموضوع، جد هناك بعض الأسباب. أول شيء إخواني الأفاضل، أنهم بيوفروا وقت على أنفسهم في اختيار نوع الملابس التي سوف يرتدونها. اثنين، لا يضيعون الوقت والجهد والمال المستهلك في اختيار نوعية الملابس التي سوف يرتدونها بشكل يومي. ثلاثة إخواني الأفاضل، أنه هناك وقت وضغط وجهد كبير يبذل من قبل الفرد في اختيار نوعية الملابس، بالتالي هذا سوف يوفر في حال ارتداء نفس نوع الملابس بشكل يومي. ايضا اخوان الافاضل، ارتداء نوعية الملابس بشكل يومي او نفس نوعية الملابس، هذا يوفر عليك الوقت ويجعل من حياتك سهلة وبسيطة. عشان هيك اخواني الافاضل، حاول انه انت ترتدي نفس نوعية الملابس، يعني خلينا نقول بشكل يومي او شبه يومي، عشان توفر على نفسك المال، الوقت، الجهد، تقلل الضغط وتقلل الحيرة على نفسك، وبالتالي انت بتصبح حياتك اسهل وابسط. بشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.